السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم ومرحبا في فيديو جديد للتعامل والتعرف على الواجهة الرئيسية لصفحة أو موقع ونظام البلاك بورد الخاص بجامعة القصيم. عند الدخول بنلاقي الواجهة بالشكل ده، طبعا الدخول باللغة العربية، إذا كان باللغة الإنجليزية هنلاقي قصة مختلفة شوية، هنلاقي الجزء ده الاسم هو على اليمين والجزء ده هنا على اليسار، طبعا ده مفهوم، فاحنا بنتكلم باللغة العربية باعتبار ان ده الشرح بتاعنا اللي احنا شغالين فيه. طيب دي الصفحة الرئيسية، واتفقنا ان اي دخول بيدخل على الصفحة الرئيسية، صفحة المؤسسة اللي مقصود بها الجامعة القصيم، عشان اتحرك واروح للمقررات اللي بنسميها دورات تدريبية، اللي هي المقررات بتاعتنا. هل ايها موجودة؟ موجودة هنا عندنا في الناحية اليسار في الموديول ده، اتفقنا كل مربع من دول او كل مستطيل بنسميه موديول او وحدة نمطية او زي ما بنسميها هنا كده. الموديول ده بيبقى موجود فيه الدورات التدريبية او المقررات بتاعتنا. طبعا اللي موجود قدامنا ده دي حاجات افتراضية للتجربة فقط، انما كل واحد في حضراتنا لما هيدخل على الصفحة بتاعته هيلاقي المقررات الفعلية اللي هو بيدرس. اتفقنا ايضا كمان وقلنا ان النمط والالوان والتنسيق في الصفحة الرئيسية غالبا ده ما بيتغيرش، لان ده خاص بالمؤسسة او الجامعة او الكلية ايا كان، لان احيانا ممكن بيكون صفحة كاملة هي واحدة في كل الكليات اللي بتنتمي لجامعة واحدة، او ان هما بيتفقوا ان كل جامعة بيكون ليها واجهة خاصة بها بحيث انها تبقى مميزة ليها. طيب اتفقنا كمان وبدأنا في عملية التنسيق، وقلنا التنسيق بيتم وانا داخل المقرر، لان عملية التنسيق بتتم على المقرر مش على الصفحة الرئيسية. عشان ليه؟ عشان اعمل لكل مقرر شكل وستايل ونمط وشخصية خاصة به. فواحد بيدرس مقرر مثلا رياضيات، فلنفرض حساب مثلثات مثلا، فبيحطه بشكل معين، بيحط جبر تفاضل تكامل، اذا كان بيدرس كيمياء عضوية، كيمياء فيزيائية، الى اخر هذه المقررات، فبيحط لها الشكل والنمط اللي بيتراءى ليه، بحيث ان يبقى فيه نوع من انواع التغيير، خاصة اذا كان الطالب مسجل في اكتر من مادة عند نفس الدكتور، فهيخش على الصفحة بتاعته فيحس ان هو في تغيير ما بين مقرر واخر. طيب نبدأ نشوف المقرر اللي احنا بنجرب فيه. بالضغط على صفحة اسم المقرر بينقل للصفحة بتاعته مباشرة بالشكل ده، بنلاقي الصفحة بتاعتنا اهي، وبرضو احنا سايبينها على الديفولت. وعشان نتأكد، لو احنا هنا ضغطنا هنا، فاكرين لو ضغطنا على المكان ده فبتطلع لي قائمة فيها الالوان المختلفة، ومن ضمنها اول اهو الافتراضي، احنا سايبينه على الافتراضي، وعرفنا ازاي ممكن نختار اي واحد من دول وبيتغير فورا على طول. عملية التنسيق مش عايزين نضيع فيها وقت كتير، لان هيجي لها وقتها بعدين، احنا عايزين ناخد المعلومات الرئيسية ازاي نرفع ونتعامل مع المقرر عشان نحط مقرراتنا فعلا. القائمة اللي فوق احنا اتكلمنا عنها، احنا القائمة اللي تهمنا النهاردة هي قائمة المقرر او الكورس مينيو، هذه هي القائمة اللي على اليمين، طبعا على اليمين لانها باللغة العربية، قلنا لو على اليسار في حالة الدخول باللغة الانجليزية. احيانا الصفحة دي ببقى مش محتاجة تبقى قدامي عشان يبقى الصفحة واضحة هنا قدامي، او لو في اعلانات، او انا حاطط موديولز كتيرة موجودة عندي بتنسيق معين، طيب عايز اصغرها او عايز اتخلص منها بحيث استفاد بالمساحة بتاعتها، بنعمل ايه؟ الحقيقة نظام البلاك بورد الحديث اللي احنا بنستخدمه دلوقتي ده في امكانية ان مجرد ان اضغط ضغطة صغيرة زي ما احنا شفنا كده اختفت، راحت فين؟ هنعيد الكلام ده مرة تانية. طيب حضراتكم ملاحظين حاجة؟ بصوا في الجنب اليمين هتلاقوا فيه، ايوه هذا الخط الغامق ايا كان لونه، مجرد ان اقف عليه بيديني السهم اللي هو لو ضغطت على المكان ده بترجع لي القائمه مره ثانيه. يبقى وانا واقف عند القائمه دي في اي مكان بضغط بتنسحب في الجزء الايمن وبتختفي، بحيث انها بتوسع الصفحه وبتديني سبيس ومساحه كبيره اقدر اشتغل فيها، وبتوضح لي كل ايه، ابقى مركز على الاعلانات او التنبيهات او ما شابه. طيب انا عايز ارجع القائمة مرة تانية، مجرد الضغط كده فبيرجع القائمة مرة اخرى. طيب يبقى اذا عملية الاخفاء والاظهار ليست ذاتية، يعني لما اضغط كده اخفيها مش مجرد ان اروح هي تظهر لي مرة تانية، لا، فلو انا سبتها مخفية بالشكل ده هتظل على هذا الوضع الى ان اظهرها انا مرة تانية.
مجرد ضغطة واحدة بزر الفأرة الأيسر بتظهر أو بتختفي. طيب دي نمرة واحد. نمرة اتنين، هنلاقي هنا عندي في أكتر من زرار موجودين. الزر الأيمن ده مهم جدا وهنتعرف عليه حالا دلوقتي. مجرد ان اقف عنده، طبعا الزر الايمن ده معناها اضافه على طول، بيضيف لي منطقه الكونتنت وهنعرف ايه المقصود بيها، او صفحه وحده نمطيه، او صفحه فارق، او ارتباط الاداه او اداه ارتباط، او ارتباط بالويب، او ارتباط بالدوره التدريبيه، او عنوان فرعي، او مقسم. ايه المقسم ده؟ يقصد بيه الخط ده، يقصد بيه هذا الخط. هنعرف كل واحدة من دول ايه فايدتها وبنعمل بيها ايه، بس نتعرف على باقي القائمة. عنوان المقر بيبقى مكتوب هنا بالشكل ده. الزر اللي على اليسار اللي هو رمز الهوم او البداية موجود هنا ليه؟ عشان لو انا رحت في اي مكان اخر، رحت مثلا لصفحة اهو، ضغطت ورحت لصفحة اخرى من هذه الاختيارات فوداني للصفحة الجديدة بالشكل ده. ضغطت على كلمة محتوى، طبعا هنا مفيش محتوى، احنا لسه ما رفعناش المقرر اللي هي ملفات المقرر، فالصفحة فاضية. فلو انا رحت في اي مكان داخل هذا المقرر وعايز ارجع للصفحة الرئيسية بتاعت المقرر، مجرد ان اضغط هنا ضغطة واحدة فبترجعني للصفحة الرئيسية مرة تانية زي ما هنشوف حالا دلوقتي. بالشكل ده. يبقى اذا الصفحة الرئيسية بوصل لها من هنا وانا في اي مكان. اللي دي الصفحة الرئيسية اهي اللي هي تعادل هذا هذه الايقونة. هنا صفحة المحتوى، وزي ما الكونتنت او المحتوى هو اللي هو عبارة عن ايه؟ تخيلوا ان في حقيبة انا حاطط فيها كل ما يخص، او صندوق كل ما يخص هذا المقرر. هو ايه المقرر بيحتوي على ايه؟ بيحتوي على المحاضرات، بيحتوي على وسائل ايضاح، بيحتوي على رسومات، على صور، على فيديوهات، على نماذج اختبارات، على اعلانات خاصة بهذا المحتوى، الى اخر هذه الامور. يبقى اذا المحتوى ده كأنه صندوق او شنطة او حقيبة بتضم كل ما يخص هذا المقرر، المرجع بتاعه. يبقى اذا لما اضغط على الصفحة دي، وهنشوف دلوقتي هنروح فين، فبتديني الصندوق او السبيس او الحجرة او الدولاب اللي هقسمه. طيب الحقيقة لما بتديني الدولاب اهو، هنروح لأول واحدة بالشكل ده، هناخدهم واحدة واحدة، بنضغط عليها وهنشوف ايه اللي هيحصل دلوقتي. اهي بتظهر لي الصفحة بالشكل ده. هو كاتب حان وقت إضافة محتوى، استخدم الوظائف الموجودة أعلاه لإضافتها. الوظائف اللي هي فين؟ اللي هم دول. طيب يبقى إذا أنا عندي هنا، مش هعتبر دي بقى كأنها صفحة، هنعتبر إن أنا بعمل مكتبة، بعمل بصمم مكتبة أو دولاب يحوي كل ما يخص هذا المقرر. طيب عشان كده قلت لحضراتكم قبل ما نشتغل في الجزء ده لازم نشتغل على ورقة بره، وفكرت حضراتكم بالجدول اللي بيتعمل في أول كل فصل دراسي، اللي هو مسمى اللي هو مسميه جدول إيه؟ جدول المحتوى المقرر، اللي هو متقسم لعناوين. الحقيقة في بعضنا قسمه مثلا ال 15 عنوان باعتبار 15 او 16 اسبوع. طبعا هو ادرى، كل واحد ادرى فينا بيدرس ازاي، فممكن كل واحد فينا فعلا حسب الماده بتاعته بيدرس ان كل محاضره فيها عنوان مستقل. يبقى اذا هيقسمهم لخمس 15 جزء، يبقى في 15 رف، كل رف منهم في الحاجه بتاعه هذه المحاضره. طيب هو احنا مش هنحط المقرر كله مع بعض؟ والله دي حاجة بقى ترجع، بس الأفضل إنها تتقسم. يعني الملف المقرر إذا كان ملف واحد بي دي إف أو باوربوينت، في الحالة دي يفضل تقسيمه إلى محاضرات حسب التقسيم بتاعنا، يا إما يتقسم بعدد الأسابيع أو بعدد المواضيع أو بعدد الوحدات. فلنفرض إن في حد بيدرس المقرر بتاعه في الفصل الدراسي 16 أسبوع عبارة عن أربع وحدات، كل وحدة أربع أسابيع، يبقى إذن هيقسم أربع أماكن، أربع خانات، كل خانة فيها محتوى بتاع أربع أسابيع. طيب يبقى التقسيم ده ممكن واحد يقسمها يعمل إيه؟ ممكن واحد يقسمها يحط فولدرز هنا. يبقى هو هيشتغل 15 فولدر لو هما بالأسابيع، بس هيتقسمهم بقى يكتب عليهم إيه؟ لو هيقسمهم للأسابيع يبقى يكتب الأسبوع الأول، الأسبوع الثاني، الأسبوع الثالث، وهكذا. الكلام ده بنعمله منين؟ من هنا أهو. لو انا عايز اعمل مجلد اهو، طبعا كل دول هنشوفهم، انشاء المحتوى.
انشاء ايه؟ عنصر، وهنعرف يعني ايه، او ملف. عنصر يبقى بجيب ملف من الكمبيوتر بتاعي او من مكان انا مخزنه فيه زي الدروب بوكس على الانترنت او الجوجل درايف، يبقى بجيب الملف بتاعي. الملف ده ممكن يكون PDF، ممكن يكون وورد، ممكن يكون باوربوينت، ممكن يكون فيديو، ممكن يكون اي شيء. يبقى العنصر ده نقصد بيه ملف جاي، عشان بس ما سميناهوش ملف، اللي ممكن يكون اي حاجه تانية، فيديو الى اخره. هنا ملف المقصود بيه لما بيكون صفحه ويب، لما بتكون صفحه انترنت وحانا هدمجها او احطها داخل المقرر بتاعي. او بانشئ صوت، بحط هنا صوت ملف صوتي لو انا عايز اقول تنبيه بصوتي، او احط صوره بتعبر عن المقرر، او احط فيديو او ارتباط ويب الى اخر هذه الامور، وكلها عباره عن حاجات هنشوفها واحده واحده مع بعض وهتظهر لنا. لكن نجرب مع بعض اللي احنا قلناه في الاول. يبقى انشاء محتوى، يبقى هروح انشئ مجلد. مجرد الضغط على انشاء مجلد هنشوف ايه اللي هيحصل. هنشوف اهي دي الصفحه اللي ظهرت قدامي، واتفقنا مع بعض ان اي صفحة هتتفتح هيبقى العنوان اهو اللي انا ضغطت عليه، انشاء مجلد المحتوى. يعني مجلد بيحتوي على المحتوى بتاعي. مجلد المحتوى عبارة عن ايه؟ عن طريقة لتنظيم عناصر المحتوى وتمثل المجلدات والمجلدات الفرعية تسلسل هرمي لتجميع المواد ذات الصلة مع بعضها. ذات الصلة يعني ايه؟ يعني الفولدر اللي فيه حاجات الاسبوع الاول هتتحط مع بعض الاسبوع الثاني وهكذا، او الموضوع الاول او الوحدة الدراسية الاولى الى او الفصل الاول. طيب تعليمات اضافية اتفقنا، لو انا ضغطت هنا وانا هضغط فعلا اهو، فبتطلع لي الهلب او المساعدة والتعليمات، وهيديني شرح وافي جدا، شرح وافي جدا ازاي بتعامل مع هذا المكان. يبقى اتي المجلد بتاعي وازاي بتعامل معاه، وده مهم جدا. طيب هنتفق كمان على حاجة تانية. طب انا عايز اوسع المكان زي ما اتفقنا اهو، لو انا ضغطت المكان كله بقى متسع عندي، ضغطت على القائمة بتاعت المقرر تجمعت في او في اختفت في الجنب الايمن. هذه العلامة او النجمة الصفراء او البرتقالي دي بتشير الى طبعا حقل مطلوب، يعني من غيره ما ينفعش نكمل، لازم نملى المكان هنا. واتفقنا ان اي صفحه بتتفتح هنلاقي فيه زرارين، الغاء الامر وارسال. الغاء الامر يبقى كما كنت، زي ما كنا ما فيش حاجه اتعملت. ارسال او تطبيق، بمعنى تطبيق سبميت، ان هو بيطبق اللي انا عملته هنا. فاسم المجلد مثلا ممكن اسميه، لو هنقوله اسابيع، يبقى الاسبوع الاول. هنا في عندي بقى تنسيق وخلافه، طبعا ده زيه زي الوورد، وده بنسيبه بقى لحضراتكم. يعني هنتكلم، يعني مش محتاج كلام، لان الكلام هنا عباره عن توصيف. الاسم هنا انا عايز لونه ايه، فبختار اي لون اللي انا عايزه يعني، فده مجرد اختيار الالوان. طيب طب امال التنسيق ده بتاع الاسم ده؟ لا، التنسيق ده بتاع نص بيوصف الفولدر ده. فبقول ايه؟ عايز اكتب اي حاجة، بقول اهو مجلد يحوي مثلا مذكرة او المحاضرة الاولى، مثلا المحاضرة الاولى زائد المواد التعليمية لو في حاجة زيادة يعني. طبعا اقدر اعمل كل اللي انا عايزه هنا او اضيف اللي انا عايزه. هتلاحظوا حضراتكم في امكانيات هنا عالية، ان اضيف ملف، ان احط اسجل من خلال الكاميرا، ان احط صورة لو انا عايز احط صورة موجودة هنا، احط فيديو اهو بالشكل. لو انا عايز احط صورة مجرد اضغط هنا اهوت على هذه الايقونة، فبتطلع لي المكان اللي هاخد منه الصور. يبقى كتبنا الاسم هنا، وزي ما اتفقنا اقدر اعمل اي حاجه من هنا. بحط معادله، يعني فنفرض ان الفولدر ده بيحتوي على معادلات معينه، فاقدر احط هنا اهو تشغيل محرر الرياضيات الى اخر هذه الامور، وهنتعرف عليها. وده منسق كامل، فانا هقول بيحتوي على محاضرات الاسبوع
الأول وبضغط إرسال أو سبميت. طبعا هتلاحظوا حضراتكم ان التعامل هيكون سهل جدا. احنا كل المطلوب هنا طبعا مش هنقول لحضراتكم ازاي تكتبوا او تنسقوا، دي حاجه طبعا كلكم عارفينها وكلنا عارفينها، ولكن هنا ازاي بس بنروح في اماكن محدده عشان نعمل حاجات او وظائف محدده. ادي الاسبوع الاول ظهر هنا بالشكل. انا هرجع القائمه تاني عشان بس نبقى عارفين الشكل عامل ازاي. يبقى اذا في المحتوى هنا ده الاسبوع الاول. طيب فلنفرض ان انا عايز كمان احط بقى الاسبوع الثاني اي مجلد تاني بنفس الطريقه، احط مجلد اخر هنسميه الاسبوع الثاني، وادي الكلمه اللي انا قلتها هنا اهي او التوصيف بتاع المجلد ده. بسم الله الرحمن الرحيم. بتظهر لي نفس الشاشه مره اخرى وابتدي اكتب بسم الله الاسبوع الثاني، وهنكتب هنا مش هنسيبها هنا فاضية اهو، وهضغط ارسال او سبميت بالشكل ده. فاصبح عندي المحتوى هنا في اثنين فولدرز. طبعا بقى ممكن ازود ممكن اغير الاسماء، لكن اعتقد الفكرة كده وصلت. يبقى اذا وده يتطلب من حضراتكم تلتزموا باللي بيدرسوا، يعني كل واحد فينا هيلتزم هو بيدرس ازاي، لان لازم يتحط المحتوى زي ما احنا بندرس عشان الطلاب ما يتلخبطوش. يعني لو الطلاب احنا قايلين لهم ان احنا عندنا في اربع وحدات، يبقى لازم يبقى هنا في اربع فولدرز، واحد ويسمى الوحده الاولى، واحد يسمى الوحده الثانيه، وهكذا. جوه ممكن اقسمهم، يعني دي لو كانت الوحده الاولى هنا، طب انا عايز اغير اهو الزرار الصغير ده، لما اضغط عليه هنا بيقول لي تحرير او اصدار او 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 الى اخره او حذف. لو انا عايز اغير، طب لو انا قلت تحرير ايه اللي يحصل؟ هنشوف مع بعض اهو. يبقى كلمة تحرير بترجعني لو انا عايز اغير الاسم، يعني مش ملحق احذفه وارجع اعمل واحد من الاول، خصوصا لو كان بيحتوي على ملفات. طيب هنشوف مع بعض التسمية ازاي هنغيرها اهو بالشكل ده. هنسميها الوحدة او الموضوع اهو، الوحدة الاولى ارسال اهو، اتغير اسم الفولدر الاول، هنجرب نفس الكلام على الفولدر الثاني وهكذا. هنشوف الفولدر الثاني، الفولدر الثاني بنفس الطريقة بنغير الاسم بتاعه من كلمة تحرير الوحدة الثانية. ممكن لو انا عايزها بلون تاني اغير، لكن هنسيب موضوع التنسيق والالوان ده عشان ما نضيعش فيه وقت، وهنضغط ارسال او تطبيق او سبميت. ادي الوحدة التانية الفولدر التاني اسم اتغير. طيب واقدر اضيف بقى زي ما انا عايز. طيب هو احنا عادة بنبدأ المقرر اي تدريس لازم احط السيلبس او احط المحتوى بتاعي او بعرف الطلبة بالمقرر. طيب ده احطه فين؟ هو في تعريف الطلبة بالمقرر ده بره خالص. يبقى كان ممكن اعمل ايه؟ صفحة جديدة او احط ملف اهو، او عنصر بقى مش مجلد، احط عنصر احط عنصر، وهنشوف العنصر ده يعني شكله ايه. يعتبر عنصر المحتوى هو اي نوع يظهر للمستخدمين في منطقة الكونتنت. يبقى اذا كلمة عنصر اي محتوى يظهر في منطقة الكونتنت او الوحدة التعليم النمطية او خطة الدرس او من الى اخره، فهو عبارة عن عنصر. وهو ده قايل لي اهو وحدة التعليم النمطية، او لو خطة للدرس الخطه بتاعت الدرس او سيلبس او مجلد محتوى لو انا عامل تيبل اوف كونتنت او حاطط ملف او حاطط صوره بتعبر عن هذا الـ 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 الوحده هذه الوحده يعني. فهنقول مثلا الملف ده هنسميه ايه؟ هنسمي مثلا الملف ده
هنا اهو انشاء عنصر هنسميه توصيف المقرر، يبقى توصيف المقرر. ناخد بالنا بقى ان هنا توصيف المقرر، وممكن اكتب كده ايه اهو توصيف المقرر الجزء مثلا الخاص، الجزء الخاص ب مثلا جزء النبات، على اساس مثلا لو في مقرر مشترك اهو مثلا، يعني مش عايز احط توصيف مجرد بس توصيف المقرر، خلاص معروف توصيف المقرر. طيب توصيف المقرر هو ايه فايدة المكان هنا ايه؟ لو انا عايز اكتب توصيف المقرر بسيط 3 4 اسطر بيعرفوا الطلاب المقرر ده عبارة عن ايه، مش الوحدة الدراسية الاولى، المقرر كله، بقول والله ان ده علم مثلا الرياضيات، او هذا مثلا ده علم الطحالب وهو عبارة عن كذا وكذا وكذا، في فقرات عبارة فقرة صغيرة خالص، فقرة واحدة بس ما تزيدش عن 3 4 5 سطور بكتير، ويبقوا كتير 5 سطور مجرد تعريف بالمقرر، او هنا ده في المكان ده. طب لو انا عندي التوصيف بقى كامل، انه المفروض بندرس كذا في النظري وكذا في العملي وتوزيع الدرجات الى اخره، في الحالة دي مش هنبص على دي دلوقتي، اروح لاستعراض جهاز الكمبيوتر بالشكل الملف اهو، طبعا نوعه بي دي اف، ممكن لو عايز الغي بضغط عدم ارفاق. نيجي بقى هنا يبقى الملف انا سميته وانسقه زي ما انا عايز، المرفقات بالاسم ده انا جبتها من الكمبيوتر عندي. طيب الخيارات القياسية اللي هي ايه؟ السماح للمستخدمين بعرض هذا المحتوى، كلمة المستخدمين اللي هتقابلنا دايما يقصد بيها هنا الطلاب، يعني الطلاب، طبعا في ناس تانية غير الطلاب، ايوه في حد بيبقى اسمه مراقب اللي هو بيخش على المواقع ما بيتدخلش، لكن بيشوف النظام ماشي ازاي بتاع البلاك بورد والتعامل ازاي، هل في اضافات هل ما فيش اضافات، هل في عضو هيئة التدريس بيستخدمه ولا لا، الطلبة بتوعه متفاعلين معاه، بيسموه اوبزرفر او مراقب، زائد اللي هو التي اي اللي هو التيتشنج اسيستنس اللي هو المساعد التدريس، ده مش موجود هنا، لكن لو ممكن نعتبره مثلا ان هو المعيد مثلا، او المساعد اللي هو ممكن بينسق الامور او بيرفعها، اللي المفروض الدكتور بيدرس ممكن حد بيساعده انه بيرفع له المقررات او بيساعده في عمليه التنسيق. طيب اذا كان الكلام بتاعي ده لسه مش جاهز فبضغط لا، يعني ما يبقاش ظاهر للطلبه دلوقتي ولا لحد، لان لسه انا بعدل ووظف فيه. طيب الملفات بتاعتي دي في ناس هتتعرف عليها اللي هم الطلبه هيشوفوها، فهل اشوف اعمل عداد عشان يقول لي عدد مرات العرض، يعني كم واحد دخل وشاف، ولا مفيش داعي؟ الكلام ده كله هنتعرف عليه بعدين وهيظهر لنا بالتجربه يعني. طيب الملف اللي انا رفعته ده هل محتاج اخليه طوال الفصل الدراسي؟ خلاص يبقى مفيش قيود على الوقت، لكن احيانا ممكن اقوم جاي حاطط ان هنا اقوم جاي محدد كده فبتظهر لي التاريخ ان العرض ده. طيب فنفرض ان انا مش هدرس دلوقتي، يعني مقرر مشترك 4 اسابيع الاوانيين بتوع حد بيدرس وبعدين انا بعد منه مثلا، يبقى اذا مش من اول الفصل الدراسي، يبقى بقول والله ما تعرضش التوصيف بتاع المقرر ده الا بعد التاريخ الفلاني الساعة كذا مثلا، مع اول محاضرة مثلا او قبل المحاضرة بيوم، وينتهي مع نهاية الفصل، او لو انا مثلا اللي واخد الاول يبقى هيبدأ من البداية وينتهي العرض بتاعي كده، عشان في زميل اخر هو اللي هيخش يكمل، يبقى مش محتاجين يبصوا على الحاجة هنا. يبقى اذا لو انا عايز احط ليميتيشن او عايز احط قيود على عرض هذا المقرر بحطها من هنا، عايز اخفيها حاليا عن الطلبة برضو بخفيها من هنا، او بخليها مفتوحة، دي حاجة هترجع لنا. وطبعا الشرح ده موجود فين؟ اهو في تعليمات اضافية اهو هنلاقيه هنا. طيب بعد كده بضغط ارسال اللي هو بيطبق لي اللي انا عملته. اهو التوصيف المقرر هنا لقيناه بهذا الشكل، طبعا المفترض ان هو يكون اول حاجة فوق، فبنحركها ازاي؟ اهو مجرد ان بشد وبحطها فوق، فين الجزء الاصفر اللي على اليمين ده، بضغط كده واقوم جاي محركه تحت او فوق، بقدر احرك زي ما انا عايز، فطبعا اهو بالشكل ده فاصبح هو موجود هنا. طيب يبقى اصبح عن توصيف المقرر، ممكن احط صورة بتعبر عن المقرر، ايوه اهو ممكن نحط، انا عايز احط صورة، طبعا انا بس بحاول اوضح لحضراتكم القصة ماشية ازاي، لان هو ده اهم جزء،
هو ده الجزء، يعني كل اللي جاي بعد كده متوقف ازاي احنا هننسق كده. الخلية مثلا نفس الصفحة بتاعت الملفات، وحطينا الصورة اهي، بسم الله اهي الصورة اتحطت في المكان ده، اقدر انقلها بنفس الطريقة، اخدها هحطها هي اول واحدة اهي بالشكل ده، ادي الصورة اهي، يبقى ادي الصورة بتاعت الخلية اهي، وادي التوصيف المقرر، وادي الوحدات. يبقى اذا الصفحة دي انا وصلت لها منين؟ اهو انا هرجع تاني للصفحة الرئيسية في المقرر، ضغطت هنا وهنشوف هنطلع ازاي. دي الصفحة الرئيسية، لما بيدخل عليها او الطالب بيدخل عليها اول حاجة تهمه انه جاي رايح هنا عشان يشوف المحتوى. طب هو الطالب هيشوفها ازاي؟ حد فاكر؟ ايوه اهو، بروح هنا بقول له وديني للشكل الطالب، هنزيد نشوف اهو الدخول الى معاينة الطالب، هنشوف الطالب هيشوف المقرر بتاعي ده ازاي. بيكون بالشكل ده، الطالب هيروح دي الصفحة الرئيسية، طبعا يفضل دي تبقى متنسقة افضل من كده، بيتحط بانر زي ما احنا قلنا المرة اللي فاتت، شريط فوق جميل او صورة بتعبر عن هذا المحتوى او المقرر ده، وبننسقها بقى بالشكل الى اللي يناسبني واللي يكون متسهل على الطلاب. الطالب بيروح للمحتوى ده كده، احنا داخلين في المود بتاع الطالب، عشان كده الالوان اختفت وكل حاجة اختفت، لان هو مش من حقه ان هو يعدل اهو. حتى حضراتكم هتلاحظوا هنا علامة الزائد وبقية الاوبشنز اللي هنا برضو اختفت، لان هو مش هيضيف، وهنا الاجزاء اللي هنا مش هيتعامل معاها. فالطالب داخل دلوقتي على الصفحة بتاعت عضو هيئة التدريس صحيح، لكن مجرد ان هو اللي يهمه اهو ده المحتوى اللي يهمه. فلو عايز يبص على الوحدة الاولى الوحدة التانية، ادي الصورة هي موجودة هنا، لو عايز يبص هنا بيضغط الطالب بالشكل ده فبيفتح له الملف، يبقى بيضغط هنا بيفتح له الملف في البراوزر او بيتحمل عنده. لو ضغط على الوحدة الاولى طبعا هي ما فيهاش حاجة، او الوحدة التانية لسه ما حطيناش فيها حاجة. طب نرجع تاني للشكل الطبيعي بتاع التعديل بتاع عضو هيئة التدريس، ونشوف هنعمل ايه مع بعض. اهو هنلاقي الازرار كلها اللي بقت متاحة في وضع عضو هيئة التدريس والتنسيق خلافه، لان هو ده اللي بيقوم بيه عضو هيئة التدريس مش الطالب. طيب دلوقتي هنيجي للخطوة التانية اللي هي المفترض بقى، احنا بعد ما ضفنا هنا اهو حطينا وحدة الاولى وحدة التانية وهنكمل بقية الوحدات. طيب الوحدة الاولى لو انا فتحتها بالشكل ده كده، الوحدة الاولى قلنا ممكن هتاخد اسبوعين هتاخد 3 اسابيع، يبقى المفترض اهي زي ما فتحت المحتوى نفسه، يبقى كأن فولدر صندوق جوه صندوق وهكذا يعني. فاصبح دي الوحدة الاولى هنا جواها، اعمل فيها ايه؟ المفترض بقى هنا يبقى المفروض عندي هنا بقى يفضل ما احطش بقى فولدر جوه فولدر جوه فولدر جوه فولدر، ما يفضلش يعني، لكن فممكن احط هنا على طول العنصر بتاعي اللي هو المحاضره بتاعت الاسبوعين دول، سواء كان الملف باوربوينت او بي دي اف او وورد ايا كان. يبقى بقول المحاضره مثلا الاولى او المحاضره، ممكن احط فولدر او ممكن احط بقى فولدر هنا احط فيه مثلا المحتوى التعليمي بقى اللي هو الوسائل او الوسائط، اذا كان في فيديو اذا كان ده اذا كانوا كتير، ما كانش يبقى بحط على طول الملف بتاعي، وده اللي هنشوفه في الفيديو القادم ان شاء الله. والى ان نلتقي في فيديو قادم باذن الله، اترككم في رعايه الله وامان. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهاردة بنتكلم على موضوع جديد عشان نوضح فيه عملية تقسيم المقرر. عملية تقسيم المقرر داخل صفحة البلاك بورد. احنا اتفقنا من الاول ان القائمة، قائمة المقرر بتكون هنا على اليمين، قائمة
المقرر بتكون بالشكل ده، قائمة المقرر اهي، قائمة المقرر بتكون بالشكل ده. تحتيها بيكون في عنوان المقرر في المكان ده، وبتكون في قائمة لغاية لما بوصل لكلمة المحتوى، محتوى المقرر. محتوى المقرر لما بضغط هنا بتطلع لي صفحة بيضة بالشكل ده، لو فاكرين اهي بتطلع لي صفحة بيضة وفيها قائمة هنا اللي هي اضافة المحتوى، اضافة ده الكلام ده هنشوفه عملي في الفيديو يعني. لكن الصفحة دي بنقسمها ازاي الحقيقة عشان نشوف احنا هنعمل ايه، فاحنا بنتكلم في تقسيم منطقي لازم يتعمل على الورق الاول او على سبوره بالشكل ده كده. فلنفرض ان انا هدرس 3 وحدات، يعني المقرر بتاعي هدرسه في 3 وحدات، يبقى كاني هعمل 3 فولدرز بالشكل ده. انا بنرسم دلوقتي كده اهو، من الصفحه دي اقدر اعمل الثلاثه فولدرز دول، وهقدر اسميها وحدات، يعني اسمي المقرر ده الوحده الاولى، الوحده الثانيه، الوحدة التالتة. طيب لو ضغطت على اسم المقرر هنا، لان الاسم بيبقى مكتوب هنا الحقيقة اهي، الوحدة الاولى، لو ضغطت ده بيديني صفحة زي دي جديدة، يعني اقدر اقسم ده جوه تاني. فهنشوف مع بعض التقسيم على الورق وبعدين نبقى نشوف نطبق الكلام ده على البلاك بورد. فبيكون بالشكل ده. طيب الوحدة دي هعرفض ان انا هدرسها في 3 اسابيع، يبقى لما افتح الوحده دي هحط 3 فولدرز تانيين كل واحد بيمثل اسبوع بالشكل ده، او هدرسها على 3 مواضيع، يبقى ده الاسبوع الاول الثاني الثالث. طيب الاسبوع الثاني عفوا الوحده الثانيه ممكن هكون ادرسها في اسبوعين اتنين بس، الوحدة الثالثة ممكن هاخد فيها 6 أسابيع أو 5 أسابيع أيا كان التقسيم. طيب هل هقسم فولدرز ثانية؟ لا، الحقيقة لا ينصح بتقسيم فولدرز أكتر من كده. يبقى الوحدة ده المستوى الأول أهو، المستوى الثاني أهو، يبقى ده المستوى الأول، ده المستوى الثاني، المستوى الثالث بقى اللي هنحط فيه، يبقى دي المستوى الأول ده عبارة عن مجلدات اللي هي الوحدات، ودي مجلدات، يبقى نكتب هنا مجلدات دي بتسمى اللي هي الوحدات. لو انا هدرس في شكل وحدات، هنا عبارة عن المواضيع او الاسابيع، يبقى هنا دي مجلدات هيكون دي عناوينها. نيجي للمستوى الثالث والاخير، دي هتبقى عبارة عن ملفات المقرر. يعني ايه ملفات المقرر؟ يعني حاجة في الاسبوع ده بقى ابتدي احط بقى ايه، المحاضرة، ملف المحاضرة ده ممكن يكون وورد، ممكن يكون باوربوينت، ممكن يكون بي دي اف، ايا كان نوعه، يبقى دي المحاضرة. احط حاجة تانية، احط فيديو، هحط صور، هحط فلاشات، هحط مواقع انترنت، ايا كان، يبقى دي عبارة عن اهي، دول عبارة عن الملفات بتوع الاسبوع الاول. نفس الكلام هيتكرر في باقي الاسابيع. طيب يبقى اذا انا عندي قائمة المقرر اهي، يبقى المحتوى بتاعي، المحتوى بتاعي ده بتاع المقرر اتقسم لتلاتة اهو، 3 وحدات رئيسية، وكل وحدة اتقسمت حسب ما انا بدرس، وعشان كده لازم يكون كل واحد فينا هيقسم الوحدة بتاعته، يعني مفيش تمبلت او مفيش قالب جاهز الناس تمشي عليه كلها، لان في واحد ممكن يدرس
كل اسبوع محاضره بعنوان شكل منفصله، فيبقى بيدرس 15 اسبوع، يبقى هيحط 15 فولدر، وكل فولدر يبقى ساعتها المستوى ده مش موجود اهو، ده مش موجود، يبقى هيبدا من هنا على طول، لان دول الفولدرات دي بتمثل الاسابيع، يبقى هيحط 15 اسبوع وكل واحد يحط محاضراته وحاجته على طول فيه. طيب في واحد تاني هيقسمها موضوعات مش وحده، يبقى الموضوع الاول ده ممكن ياخد فيه اسبوعين، ده ممكن ياخد فيه اسبوع وهكذا، فممكن يكون الموضوعات اللي عنده في المقرر ست مواضيع وهكذا. يبقى عندنا في الغالب هيكون في حالتين، الحاله الاولى يا اما متقسم لوحدات او ابواب او ما شابه، وكل وحده متركبه من فصول وهكذا، لكن انا افضل الحقيقه المستوى قبل الاخير، يعني المستوى ده مستوى الملفات، اللي هو المستوى ده مستوى الملفات، افضل الاسبوع التقسيمه اللي قبلها على طول تبقى بتمثل المواضيع او الاسابيع مش حاجه تانية. والمواضيع والاسابيع يا اما تكون هي خلاص هي البدايه، يعني انا مقسم المحتوى بتاعي الى مثلا 11 موضوع او 6 موضوعات خلاص وانتهينا على كده، او اقوم جاي مقسمهم الى اسابيع 15 او 14 اسبوع، ده حسب ما يتراءى لي. يبقى دول التقسيمين اللي احنا بنتحرك فيهم. طبعا ممكن في حريه، في حريه الواحد يعمل زي ما هو عايز، في وسائل كتير وفي نماذج كتير، يعني في تمبلت وفي قوالب الحقيقه موجوده داخل البلاك بورد، ودي هنتعرض لها لما نيجي نتكلم عليها. يبقى هنا خطوات تجهيز محتوى المقرر، خطوات تجهيزه. يبقى رقم واحد اللي هو الخريطة او الرسم الخاص بتقسيم محتوى المقرر، ده اللي احنا شفناه من شوية. يبقى دي اول خطوة بنعملها. تاني خطوة تجهيز واعداد ملفات المقرر حسب خطوة رقم واحد. يعني ايه؟ يعني اللي هو اللي هنا ده المقصود بيه ايه هنا؟ تجهيز، اللي هو تجهيز المحاضرات والفيديوهات والرسومات وإلى آخر كل الكلام ده. يبقى ده كله يجهز ويتحط في فولدرز حسب التقسيم، حسب خطوة واحد. لما ده يتجهز طبعا بيتجهز فين؟ على الكمبيوتر. يبقى ده على الكمبيوتر خلاص. طيب نمرة ثلاثة، تجميع ما تم عمله في خطوة اتنين في مجلد واحد باسم المقرر. يبقى بحط الرسمة بتاعتي اللي حشفناها، وبعدين بجهز واعد الملفات بتاعتي كاملة، ثم اعمل تجميع لما تم عمله في خطوة اتنين في مجلد واحد باسم المقرر. كده اصبح عندي المقرر، او متأسف محتوى المقرر جاهز ان ارفعه على البلاك بورد. يبقى بعد الخطوة دي الخطوة رقم اربعة، يبقى هنا ايه بنعمل ايه؟ الدخول الى البلاك بورد في صفحة المقرر، ثم بدء تجهيز المجلدات لرفع المحتوى بها. يبقى دي اربع خطوات رئيسية اهي.
يبقى دي 4 خطوات رئيسية بنتكلم فيها اهي، اللي هي خطوات تجهيز المقرر. خطوات تجهيز المقرر، يبقى نمرة 1 الخريطة اللي احنا او الخريطة الذهنية او الرسم وتقسيم محتوى المقرر على الاسابيع او الوحدات. نمرة 2 تجهيز واعداد الملفات، ملفات المقرر حسب الخطوة اللي قبل كده، التقسيم ده بحيث يبقى المحاضرة الاولى محاضراتها وفيديوهاتها ورسوماتها في مجلد، الاسبوع الثاني وهكذا، ثم تجميع ما تم عمله في خطوة 2 في مجلد 1 باسم المقرر، واخيرا رقم 4 اللي هي الدخول، اخر حاجة اللي هي الدخول على موقع بلاك بورد لصفحة المقرر عشان اجهزها من حيث تقسيم المجلدات وتسميتها، عشان ارفع المحتوى ده احطه فين؟ في المكان ده، عشان يبقى المقرر بتاعي كده جاهز ان اخليه افيلابل او متاح الى الطلاب. وهنتوقف عند هذا القدر عشان نطبق الكلام ده بقى. طبعا مش احنا كل التجهيز ده كل واحد هيعمله، لكن احنا هنشوف امثله ازاي بنعمل الكلام ده في بعض الامثله الصغيره عشان نشوفها مع بعض. وننتقل الان الى شاشه البلاي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ده شكل للتقسيم اللي احنا شرحناه من منذ قليل. ده بيتكلم على الوحدات، فنفرض المقرر في الفصل الدراسي بيتكلم عن 3 وحدات، كل وحدة منهم الوحدة الأولى وليكن بتتكون من 3 أسابيع، الوحدة الثانية من 2 أسابيع، الوحدة الثالثة وهكذا. يبقى ده المستوى الثاني. المستوى الأول اللي هو الوحدات 3 فولدرز، أفتح كل فولدر من دول وأحط جواه 3 فولدرز في البلاك بورد، وكل فولدر منهم ما ينفعش بقى احط فولدرز تاني، خلاص ده المستوى الاخير. كل فولدر احط ملفات بقى بتاع الموضوع او بتاع الاسبوع، ابتدي احط، ممكن يكون الجزء اللي عندي ده عباره عن وورد او باوربوينت او اكسل او PDF او فيديوز او فلاشز ايا كان نوعها، او اذا كانت صور او صفحات ويب، او اذا كان ملفات صوت، او اذا كان اختبارات او تقديرات، او اذا كان سيرفيز بتتعمل، او اذا كان اساينمنت او واجبات، او اذا كانت اخبار خاصه بهذا المقرر، او اذا كان اختبارات صح وخطا او ايا كان. شكرا جزيلا، ونلتقي في الفيديو القادم ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.